عبد الغني كان يقول اسمعوا قول المجرب ما بقى وقت ان يطرب، اخر الدنيا تخرب ما حد تصفي معه. الله الله. وفي صقر ميزته بعد انه قصايده بر وبحر، ولا ابو عبد الله؟ العيد هذا يوم يقولها في البحر، ايه العيد هذا عيدهم يا يا خليفه، خليفه. اللي نهار العيد يسعون بالكيف، نعم. ولا انت عيدك بالهدوم الكسيفه، نهار عيد الله تغوص الخواليف. ايه وله اللي يقول يوم معاهم ولد صغير تباب، ايه يسمونه تباب، يوم يقول يوم القلب انهاضه الورع ببكاه، يبكي على امه العرب غافليني، ورع انت تذكر دار دير ثمه ومرباه، هيض علي وهلت الدمع عيني، يا ورع يا ويلك على البدو، يا ورع يا بعد العرب عنك بعداه، ويلك على لقيت عيال القطين. في قصيدة ثانية عن العيد بعد نفس المعنى تقريبا، يا عيد يا علي خلي العيد لم الدناديش. هذه اللي بعد نفسها نفسها، يا علي خلي العيد لم الدناديش اللي تنقض، اللي تنقض كل يوم من جعدها، تبي تناقض ما تبي تماري ناقضات العكاريش في كل الفاحن، تنقض جعدها العيد عيد الله، ولو فات حتى ايش من حسبة ايام يمرك عددها، اللي بنعلم كسرة والمغابيش، تمشي ذلولك لين يفتر جهدها، ونوب على تمرة ونوب على عيش ونوب عشي كالشحم، صيد يدها، ويا علي لا جيت العرب لا تجيديش، خبر اللقى بالسوالف سردها، وترى دعابيل الخبور الفوانيش، تبدي ما فيها ولا حد نشدها، يجيك واحد ميورش توريش، سحابته يسبق مطرها بردها، واللي مقات السوالف مناقيش، قرايت الكلمة على أول عددها، اللي سوالفهم ضحكا وتبهيش، وقلوبهم ما حد يفكك عقدها. الله ما يمدي ابن حرب سلمك الله، يقول ابن حرب تابو ما ادري شكون عن بد على مثال، قلبه ضعيف والقوافي صعيبه، من اول من قوه الحيل والحال، سيم الحديد اللي عتاه ما يجيبه، ومن اول ان يشيل ما تشيل الجمال، واليوم ما يقدر يشيل الزبيبه، ومن اول ان يلبس من الجوخ والشال، واليوم نص وزار له يلتويبه، ومن اول ان يشرب من البن بدلال، واليوم يشرب خابطه من مع سريبه، ومن اول ان ياكل من الزاد بشكال، وكل ما طلب نفسه لزوم يجيبه، واليوم يا نفسي بصبر على الدال، والحمد لله لا حصل لك قبيبه. القبيبه هذا العيش، نعم العيش البايت ياكلونه عند الصبح. هذا يعني اشوف هذا شاعر قديم ويتوجد على الشعر على الزمن اللي قبله، فما بالك بالان. ما بالك وين عرفت؟ عاد يقول هذا الدهر يكفيك شر الامال، يرميك لو كيافته بن زبيبه، والرزق لو بسله السيف ينحال، ان كان بعض الناس رزقه نهيبه، رزق يقسم عند علام الاحوال، وكل على ما قال ياخذ نصيبه، وكم واحد ياتي مع الخيل خيال، لا شفت زوله قلت عطب صويبه، وعند الملازم عندنا فيه من قال خير منه ناقضات القصيبه، وبالك الطالع حاجة عند الانذال يحول دونها طويق لو هي قريبه، بالك الطالع حاجة عند الانذال يحول دونها طويق لو هي قريبه، واوصيك عز النفس ان كنت رجال، في النفس هي مفتاح خبثك وطيبه، وبالك شوف البيت هذا، وبالك تراد اللي لقى الفعال، وعزل منه صار شرعه طليبه. الله لاحظ يقول بالك تراد اللي لقال فعال. نعم واحد مشكلة يعني إيه؟ واحد واصل يقول يفعل، يفعل. إيه؟ هذا دري بالك منه، بالك تراد اللي لقال فعال، وعزل منه صار شرعه طليبه، واحذر عن النمام لا تدير له بال، اللي طعام عروض ربعه بغيبه، يسعى مع العربان بوصاف دلال، هذه يوديها وهذه يجيبه، ومن لا يداوي الجرح من اول الفال لا خاص جرحه ما يفيده طبيب. نعم طويله طبعا.